بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنا سعداء كنادي وداد تيفلت ألعاب القوى أننا كنستقبلوا نهاية كأس الناشئين التي تنظمها الجامعة الملكية لألعاب القوى. تظهر اللي هي نهاية بطبيعة الحال وهي وطنية وشاركت فيها 12 نادي. طبعا النادي وداد تيفلت اليوم أصبح له من القدرات وله من القدرات التنظيمية بالخصوص والتجربة ما يسمح له بتنظيم مثل هذه التظاهرات والمشاركة في تنظيمها، إلى جانب طبعا الجامعة الملكية لألعاب القوى. كيف ما شفنا اليوم كانت تظاهرة ناجحة بكل المقاييس، تنظيميا وكذلك تقنيا كانت نتائج في مستوى. نتمنى أن هذه الفئة، فئة الناشئين لأن هي مستقبل ألعاب القوى الوطنية، نتمنى أنه هذا الشباب والفتيان اللي اليوم برزوا وعطوا نتائج طيبة يتم الاهتمام بهم من قبل طبعا الجامعة ومن قبل المسؤولين، على أساس أننا نلقوا الخلف للأبطال السابقين في مجال ألعاب القوى ومجال العدو الريفي التي تميز به الوطن ديالنا الحبيب المغرب. فمن هذا المنبر نشكر كل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة وشارك في تنظيمها، سواء من رجال الإعلام، من منظمين، من جمعيات، وكذلك من حكام وأساتذة، إلى جانبنا كنادي مسؤول على هذا المجال في مدينة تيفلت. الشكر إذا موصول للجميع، ونتمنى أن نكون قد أدينا ما أو قدنا واجبنا في تنظيم التظاهرة وإعطاء إشعاع لمدينة تيفلت أولا، لأن ما يهمنا نحن من كتنظيم كمنظمين هو إعطاء إشعاع لمدينتنا مدينة تيفلت على المستوى الوطني رياضيا، إلى جانب مجالات أخرى سيأتي مجال الحديث عنها. شكرا.